السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين الصحه؟ كلشي في امان الله. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كنقول لكم مبروك عواشركم ان شاء الله. اليوم نقدم لكم هذا الشكل هذا ديال الكنافه بالنوازيت. كنتو طلبتم لي هذه الكنافه هذه، ان شاء الله دابا نقدمها معكم حتى هي. دونك هنايا غادي ندوزو لهذه حتى هي كتجي زوينه. شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي. وفي البلاطو انا زينت بها هكا لي بلاطو، هي هاد الصف هذا كيجي زويون بزاف. عاد كتجينا بالنوازيت والكنافه وطبقه ديال النوازيت، كتجي غزاله غزاله غزاله، كتحمق لا في لوكو ولا في الشكل ولا في كل شيء ليها. شوفوا معايا كاينه الطبقه ديال الكنافه لتحت، والطبقه هنايا ديال العقده فيها النوازيت واللوز، كتجي غزالة بزاف عاد لا في المنظر ولا حتى في المذاق ديالها. تنقول لكم فرجة ممتعة، خليكم مع المقادير. غادي ندوزو دابا لهاد الشكل ديال الكنافة. أول حاجة غادي نبداو بالكنافة. هنا كناخد واحد 120 غرام ديال الكنافة أولا ربعة ديال الكنافة على حسب الكمية. أنا غادا بدا نعطيكم كمية قلال باش تزعمو أنكم تصوبوهم وتشكلو منهم بلاطو أولا تخدموهم في لي كوموند ديالكم أولا في المناسبات ديالكم. مهم عندي هنا كمية ديال الكنافة، درت لها معلقة ديال السكر كلاصي، وعندي هنا الزبدة ذوبتها، وغادي نبدا نسقيها بالزبده مزيان حتى غادي تلبس عندي هذيك الكنافه بداك الزبده والسكر. غادي نزود معلقه وندير يديا حيت خاصني نحس بالكنافه انها شربت الزبده. وباقي ان شاء الله غادي نحط لكم الوصفه ديال الكنافه، دوك العشيشات اللي كنحط معكم في انستغرام. البنات اللي بغات تدخل انستغرام ديالي راه هو نفس الاسم، هو فلاح عيشه. دابا نحط لكم هذيك الحشوه ديالها رائعه، فيها الشريحه وفيها الليمون، فيها مكونات زوينين وكتجي لذيذه اللي كتشوفوها دائما عندي. ما كيكونش عندي الوقت فاش نحط لكم كل شيء في دقه. دونك هنا تلبست عندي هاد الكنافه هادي مزيان بالزبده. غادي ناخذ المول ديال السيليكون هذا 0.27 وغادي نعمر. هذا غير النص، ما تعمروش كلشي حيت مازال غادي تجينا الحشوه. هنا ملي كنعمرهم كلهم كناخد هكا هاد المكتلك هذا بحال هكا وكنطاسيهم مزيان باش ياخذوا ليا الفورما ديال المول. ملي كيكون خاصني شي شويه راه كنزيد. هانتوما شفتوا راه غير النصف ديالها ما كاملش. صافي غادي ندخلهم الفران شي شويه كيتحمروا، يذهب عندي داك اللون ديالهم، ونخرجهم وندير لهم الحشوه. صافي بحال هكا. ندوزو دابا للحشوه ديال هاد الكنافه هادي. عندي هنا 125 غرام ديال النوازيت، خديتو حمرتو حيت ديال القشره وطحنتو بحال هكا. عندي هنا 125 غرام ديال اللوز. هنا عندي انا مصوب دائما عندي العقده واجده. كتاخدو 100 غرام ديال اللوز كتفسخوها وكطحنوها مع 20 غرام ديال السكر. مهم كيبقى لكم الاختيار في الحلاوه، بغيتو تزيدو زيدو، بغيتو تنقصو نقصو. المهم انا هنايا ناقصه بزاف في الحلاوه لان كما غتشوفوا غادي تسقب مازال بالعسل، وبلا ما تجي فيها ديك داك الحلاوه غالبه. عندي هنا الفاني، عندي معلقه شويه ديال الملح، وعندي هنا حبه ديال البيض. غادي نزيد نسمها بلاغوم ديال النوازيت، واحد الراس المعلقه ديال لاغوم ديال النوازيت. هذا اختياري، بغيتو تضيفوه ضيفوه، ما بغيتوش ما تضيفوش. المهم هو غادي يعطيني النكهه ديال النوازيت زائد النوازيت اللي طحنا. وغادي نجمعوا هاد الحشوه هادي، غنتحصلوا على عقده اللي كتكون معلقه.
المهم انا كنت مستعمله بيضه صغيره، يعني بانت لي مازال هكا ناشفه. غادي نضيف واحد شويه ديال البيض، خديت عاوتاني واحد الحبه ديال البيض، وغادي ناخذ منها شويه من البيض وشويه من الاصفر. الحشوه تجيني معلكه. فوالا دابا مزيانه كتكون الحشوه فازقه. صافي غادي نخليها ونتسنى عليها على ما يطيب عندي الكنافه ونتلقى. هنا ملي كتخرج عندي الكنافه ها هي دي محمره هكا غير نص تحميره، غادي نسقيها بواحد شويه ديال العسل هكا باش تشرب عندي. وعاد مازال ملي غادي تخرج لينا من الفران ملي غادي نديروا لها الحشوه مازال غادي نسقيوها بالعسل هكا باش كتعطينا تقرميشه لهاد الكنافه. دونك كنستمروا بحال هكا كلهم كنسقيوهم هكا بشويه ديال العسل وندوزو نديرو ليهم الحشوه ديالهم. غادي ناخد الحشوه ديالي لي صوت، غادي نحاول نعمر كنعمرهم كاملين. هنا من بعد ما كنسالي الكميه ديالي كلها كنعمرهم مزيان. كناخذ هنا نوازات افيلي، اللي ما عندهاش نوازات افيلي تاخذ نوازات تقسمو على جوج وتديرو. وكندا نعمر في هاد السطح ديال هاد العقده اللي عندنا هنايا، وغادي ندخلوها للفران على درجه حراره 160 ونخليهم يتحمروا. ملي غيتحمروا غادي يخرجوا ان شاء الله، غادي نديروا لهم العسيله ديالهم باش نسقيوهم. هكا كنستمروا. هادو كيجيو رائعين، هادو الكنافه وهاد العقده بحال هكا بالنوازيت كتجي زوينه مختلفه على العقده الاخرى اللي فايت درت معكم. مازال ان شاء الله غادي نحط لكم وصفات بالكنافه. صافي ساليت، غادي ندخلها الفران. صافي ندخلوها الفران تتحمر ونتلقى. بعد ما كتخرج الكنافه ديالنا وهي سخونه كنسقيوها بالعسل بحال هكا ونخليوها كتشرب داك العسيله مزيان. ومن بعد غادي نزينوها ونقدموها. نخليها هكا واحد جهد واحد الساعة على ما تبرد حيت باقا سخونة، ونزينو ونقدمو الكنافة ديالنا بالصحة والراحة.
صافي نتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي مع التزيين ديالها. بغيتو تخليوها هكا خليوها، بغيتو تزينوها بشي حاجه اخرى زينوها بحال دوك الاعشاب الملونه، ديك لافيوليت، داك الورد البلدي، اللي بغيتو نتوما واللي بغيتو واللي جاتكم سهله ديروها. هنا الكنافه من بعد ما كتشرب عندنا ديك العسيله مزيان وكنخليوها تقريبا حتى كتبرد كنديمولوها، كنخرجوها فاسيلمون من، شوفوا ليا الحلاوه ديالها كيفاش كتجي. كتجي عندك طبقه فيها الكنافه كتبان لك بانها معسله وشاربه العسيله، والطبقه اللي درنا ديال النوازيت. كناخذوا هكا لي كاسيت ديالنا وكنحطوهم فيهم هكا باش كيجينا الشكل ديالهم رقيقي ومزيون. كناخذوا شويه ديال هاد لي بيتال، هاد لا فيوليت هادي انا كيعجبني نزين بهم كيعطيونا واحد الجماليه اخرى الحليوات ديالنا. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم، بحال هكا كنقدموهم كيجيونا زوينين ولذاذ لذاذ لذاذ لذاذ. المزيج ديال النوازيت، الكنافه، اللوز، رائع رائع رائع. البنات جربوهم ما غاديش تندموا عليهم. البنات كان هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الكنافه ديالنا اللي درنا بالنوازيت، درت فيها النوازيت ايفيلي من الفوق كما كتشوفوا، كتجي طبقه باينه ديال الكنافه من تحت والطبقه الفوقانيه ديال هذا الحشوه اللي درنا فيها البندق. شوفوا كيفاش كتجي رائعه، لا حتى في التزيين في البلاطو كتجي زوينه. هانتوما كتشوفوا الصف ديالها كيجي غزال 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 بزاف. كنتمنى انها تعجبكم وتنقول لكم الى لقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.